حسون، ريشة، أنا معجب جداً بأفكاركما المبدعة. تبدو قبعتاكما في غاية الروعة. بلبل، ماذا يحدث؟ فهمت، أنت تشعر بالفضول لتتعلم كيف يمكنك صنع قبعة مثل ريشة وحسون، ولكنك لم تنجح بصنع واحدة. مرحبا يا أصحابي، اليوم رح جرب حرفة جديدة. قابلوا صديقتي الجديدة الجاموسة، عملتها من المعجون أو الطين الصناعي. الدكتور سعيد ورجاني صورة للجاموسة بمنطقة الأهوار. بتعرفوا أن الجاموسة موجودة بمنطقة الأهوار؟ وأنه في كتير بيوت بتطفو فوق المي هنيك؟ أنا كان بدي أعمل جاموسة هدية للدكتور سعيد وطلع شي كتير حلو. أنا كتير متحمس، هاي أول مرة بجرب أعمل فيها حيوان من الطين الصناعي، وهي رح تكون هدية خاصة ومميزة للدكتور سعيد. بالأول كنت بدي أعمل جاموسة لونها أسود أو رمادي مثل اللي فرجاني إياها الدكتور سعيد بالصورة، بس أنا ما كان عندي كل الألوان، كان عندي بس اللون الأحمر والزهري واللون الأبيض والبنفسجي. وتذكرت مثل ما علمتني سلمى لما أرسم إنه إذا مزجت الألوان مع بعض بقدر طلع لون مختلف، وهذا اللي عملته لما صنعت الجاموسة. أول شي خلطت اللون الزهري مع اللون الأحمر، بس طلع معي اللون مختلف. فكر فكر يا جاد، فكر أعصر مخك، شو الحل؟ آها لقيتها، رح ضيف اللون الأبيض. يعني هلأ مو بالضبط اللون اللي كان بدي إياه، بس كمان لطيف. شو بيصير إذا ضفت لون كمان؟ وبعدين قررت أصنع جاموستي، وهاد كل شي صار معي. أنا حاولت أمزج ألوان مختلفة من الطين الصناعي. بعد هيك سألتني سلمى إذا تسليت بتجربتي الأولى في حرفة جديدة، وبتعرفوا شو؟ أنا عن جد انبسطت كتير كتير كتير، انبسطت مع أنه جاموستي مو بالضبط مثل الجاموسة اللي بالصورة اللي ورجاني إياها الدكتور سعيد بالأهوار، بس أنا فخور بحالي، فخور كتير. أنا هيك عملت أول جاموسة إلي من الطين الصناعي. شوفوا هديتي للدكتور سعيد، شوفوا جاموستي جوجو، تادا. لا بأس يا بلبل، أنت تحاول صنع قبعات تشبه ريشة وحسون، ولكن يا بلبل أنت تملك من الإبداع ما يكفي لتصنع قبعة مميزة خاصة بك. شكراً يا بلبل، إنها قبعة جميلة حقاً. أنا فخور بك يا صديقي لأنك تمكنت من صنع قبعة جميلة بطريقتك المميزة. ورقة بيضة، فرشة ولون وخيال فنان، هذه
يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معا. حسنا، سأعطيكم ثلاثة مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على جماد. هذا هو مفتاح الحل الأول، وإليكم المفتاح الثاني. إنه مصنوع من الورق. وجدت الحل، إنه قارب ورقي. محاولة جيدة. استمعوا مرة أخرى. تدل الكلمة على جماد، وهو مصنوع من الورق. أما المفتاح الأخير فأننا نضع فيه رسائل. هل حزرتم ما الكلمة؟ لقد وجدتها، إنه ظرف. نعم، أحسنتم. لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم. ظرف. أصوات الحروف إذا عارف، أصوات الحروف ما عارف، حاول نشوف. يلا نشوف أصوات الحروف. أهلا ومرحبا بكم في برنامج عارف الجواب. معي أنا عارف. سنلعب اليوم ثلاث ألعاب لاكتشاف ثلاث كلمات مختلفة، ولدينا مفاجأة بانتظارنا. ومعنا اليوم المشتركان سلمى وإلمو. أهلاً. جوجو، إذا سمحتي دوري لنا عجلة الألعاب. لعبة الأدلة الثلاثة. سلمى، دورج بالأول. لكم هسه الأدلة الثلاثة. أولاً، تكون شرنقة في بداية حياتها. ثانياً، يمكنها الطيران. ثالثاً، هي متعددة الألوان. أنا عرفت، الشرنقة تتحول لفراشة. جواب صحيح. فراشة. فراشة. إلمو، جاهز الكلمة الثانية؟ إلمو جاهز. جوجو، حركي لنا عجلة الألعاب. أها، لعبة احزر الرسم. والآن إلمو، عليك أن تعرف الكلمة الثانية من خلال الرسم الذي سيظهر لك على اللوح السحري. شكلها مدور، ممكن طوبة؟ دليل رائع يا جوجو، إنه يتكون من الصابون. فقاعات. صحيح. فقاعات. وهسه آخر كلمة راح تحزروها سوية. جوجو، عجلة الألعاب. لعبة احزر اللغز. وهذا هو الدليل. هو شيء ننام عليه في الليل ونحلم أحلاما جميلة. إلمو، برأيك تتمدد على شنو لما تكون رايد تنام؟ إلمو يروح على غرفته، بعدين يصير يحلم بأحلام حلوة لما يتمدد على الجرباية. عارف الكلمة هي جرباية؟ تقربت هواية إلمو. لكن ما هو الشيء الذي يوجد على سريرك وتنام عليه؟ عارف الكلمة هي فراش. صحيح. فراش. والآن دعونا نردد أصوات الحروف الثلاثة. هل أنتم مستعدون؟ جاهزين. وانتو همين، قولوا كلكم ويانا بصوت عالي. فراشة. فو فقاعات. في
فراش. يلا هسه كلنا سوا ف فو في. جوجو مفاجأة. ما أجمل الفقاعات. المو مبروك للكل، ونشوفكم المرة الجاية. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ مروحة. دعونا نعد كم مروحة توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا ثلاث مراوح على الجدار. عدد اليوم هو 3.